بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هو لم يرد رحمه الله المصنف إلا حديثا واحدا، ولهذا أقول لك الحديث الأول كان يفهم فيه أنه هناك حديث آخر، ما في حديث، في حديث واحد. قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. كما يلاحظ الشيخ تقريبا في تصنيفه بدأ بالصلاة متدرجا في أحكامها، طبعا هو يريد ما في الصحيحين، بمعنى أن الأحاديث متفق عليها، ولهذا تراجمه مع ما جمع الحديث الذي يجمع أو يتفق عليه الشيخان. ولهذا بدأ طبعا في باب المجمل وهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بالطمأنينة وهي المطلوبة في جميع الصلاة، ثم بدأ بالقراءة، وهنا البسملة، القراءة مجملة بما فيها الفاتحة وما يقرأ في الثلاثية والرباعية إلى آخره، وهنا في البسملة. وبعدها مثلا باب سجود السهو، لأنه انتهت الأحاديث اللي يرى الشيخ قد اتفق عليها الشيخان وأنها تتماشى مع التدرج في أفعال الصلاة وأقوالها. قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فترجمة الشيخ: باب ترك الجهر ببسم الله، وليس ترك بسم الله. ومعلوم أن افتتاح الصلاة أو ركعات الصلاة بالفاتحة هل يؤتى بالبسملة ولا يؤتى بها؟ الأئمة الثلاثة يقولون بالإتيان بها، أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أنها أن الإتيان بها في الصلاة بدعة، يرى أنها، ويقول: ما وجدنا هذا عليه أهل
المدينة ويتأولون حديث يفتتح الصلاة بالحمد لله، بمعنى يفتتح الصلاة كلها، بمعنى ما يفتتح بآية أخرى، بمعنى يفتتحها بالحمد لله، بمعنى أنه لا يفتتحها بآيات غير الفاتحة. ولكن هذه رواية، ولكن الرواية الأخرى كما في الرواية الثانية فلم أسمع أحد منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم نص، ولمسلم صليت إلى آخره فكان الحمد لله لا يذكرون بسم الله. فعلى كل حال هذا هو الخلاف، والخلاف الذي يعني أراد أن يشير إليه المصنف هو في الجهر، الجهر بالبسملة. الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمه الله جميعا لا يرون الجهر، لا يرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يرون الإسرار بها سواء في السرية أو بالجهرية، سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. والإمام الشافعي رحمه الله يرى الجهر بها في السرية، يرى الجهر بها في الجهرية، يرى الجهر بها في الجهرية. وسوف نشير إلى يعني ما ينبغي في هذا المقام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هذه من يعني من الأذكار والافتتاحات التي جاء بها ديننا، ويقال إن أول من قالها هو سليمان عليه السلام، ومعلوم في سورة النمل في كتابه الذي كتبه إلى بلقيس قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه تلك الآية كان يقول بسمك اللهم، كان يقول باسمك اللهم، فلما نزلت هذه صار يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وهي لا شك طبعا من أفضل الذكر، ومما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم في كل الأمور الخيرية، كل شيء طيب يبتدأ ينبغي أن يبتدأه ببسم الله الرحيم، سواء في القراءة أو في الذكر أو في استفتاح أدعيته أو في دخول المنزل أو دخول المسجد وإلى آخره كما معلوم، فيبتدئ بالبسملة. والباء كما قررنا للاستعانة أو للإلصاق أيضا، بمعنى أبدأ مستعين بالله. وكما يقول العلماء يقدرون الفعل على حسب الحال، بسم الله إذا كان الإنسان يأكل كان يقول بسم الله آكل، يعني أبدأ بسم الله وحين آكل، وإن كان يقرأ يقول بسم الله أقرأ، وإن كان يدخل منزله بسم الله يعني بسم الله أدخل، وهكذا. والخروج بسم الله أخرج. المقصود أنها استعانة، المسلم يستعين بالله وباسمه وبصفاته الرحمن الرحيم على ما هو مقدم عليه من أمور الخير، وهي من أفضل الذكر. ثم أيضا هل هي آية من فاتحة أو آية من كل سورة ما عدا سورة التوبة، أو آية مستقلة تنقل للسور لبيان الفصل بين السور؟ هذا كلام أهل العلم فيه طويل، والأمر فيه واسع أيضا، والذي يبدو أن آية طبعا، لكن هي آية لا شك آية، وفي النمل آية بالإجماع طبعا. ومن اللطيف أن من أنكر أنها آية في غير النمل، سورة النمل، أنه لا يعني لا يعد أنكر شيء من القرآن، بخلاف لو أنكر حرفا مجمعا عليه يكفر، لو أنكر حرفا أو آية من كتاب الله مجمعا يكفر صلى الله عليه وسلم. أما البسملة لأنها الخلاف فيها من حيث هل هي آية أو غير آية، ولهذا يعني الخلاف فيها سائغ،
فمن اجتهد وأدى اجتهاده إلى ما يؤديه إليه فالأمر وهو من أهل الاجتهاد فهو الأمر له واسع. المقصود لا شك طبعا أنها كما قلنا لأنها يؤتى بها في الفاتحة على ما الجمهور. ونقل عن مالك رحمه الله أنه يرى أنها سنة في النافلة، سنة في النافلة، أما الفريضة فقال أنها بدعة، لكنه محجوج رحمه الله بالحديث الصحيح، بالحديث الصحيح أنه وتتلاقى المسلمون من عهد الرسول إلى الصحابة وهي تقرأ في الفاتحة وفي أيضا السور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بمعنى الصلاة الجهرية، ويتكلم عن الصلاة الجهرية بمعنى كان. ولهذا الشيخ ترجمته باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لا ترك البسملة، لا ترك الجهر بها في الجهرية، ترك الجهر بها في الجهرية كما قلنا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وكما قلنا هناك تأويل لكنه بعيد وأشرناه قبل قليل، أن مالك رحمه الله ومن يقول بأنها لا يؤتى بالبسملة يقولون أن المراد يفتتح الصلاة بالحمد لله، لا يفتتحها بآيات غير آيات الحمد لله، لكن هذا يعني محجوج كما قلنا بتفسير رواية أخرى، الروايات أخرى كما سيأتي معنا أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون بسم الله. وإن كان لا يذكرون لا تفيد الجهر العدمي، بل قد تفيد النفي، لأن يعني عبارة لا يذكرون يعني قد يتمسك فيها من يقول أنه لا يأتي بها أصلا، لأن عبارة الرواية وهي رواية صحيحة لا يذكرون أنها ليست جازمة في ذكرها في السر، وإنما تفيد أنه لا يذكرونها، بمعنى قال لا يذكرونها البتة. قال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت، أي أنس يقول رضي الله عنه، صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني جهرا. طبعا حينما نحصي السنوات التي عاشها أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين الثلاثة تبلغ حوالي 35 سنة، 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم و25 سنة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فيكون مجموع 35 سنة. فكان يقول منذ 35 سنة ما سمعت من يجهر بالبسملة. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ. وإن كان لم أسمع أحدا يقرأ لا تفيد السرية، قد تفيد النفي كما هو مذهب مالك، يعني عبارة لم أسمع يقرأ يعني لا يعني تفيد لم يسمعها، لا في جهرية ولا في سرية، لكن مقصود لم أسمع بمعنى جهرا، لم أسمع جهرا، لكن الثابت كما قلنا أنها تقرأ، وهذا الذي تلقى له المسلمون من كل عهود أن البسملة تقرأ، لكن الخلاف هو في كما قلنا الجهر بها. والذي ينبغي في هذا الموضوع حقيقة لما نتعجل هو أن الأمر واسع، الأمر واسع، بمعنى لا ينبغي أن ينكر على من جهر بها بجهرية، بل أحيانا قد يعني يجهر بها
الإمام في بعض الأحيان من باب الإشارة إلى أن الخلاف واسع، وأيضا من باب تأليف القلوب، لأن معلوم أن أهل العلم حريصون جدا في جمع الكلمة والائتلاف، وأن موجود الخلاف بين العلم لا شك أنه خلاف علمي ومبني على كل له حجته، لكنه لا علاقة له بسلامة الصدور وسلامة النفوس. ولهذا أحيانا الاتيان بمسائل الخلافية في قصد التأليف هذا أمر حسن، فإذا كنت في قوم لا يجهرون لا تجهر، وإذا كنت في قوم يجهرون تجهر ولا إشكال، من باب لأن الأمر للاجتهاد في سعة، للاجتهاد في سعة، وهذا هو الذي ينبغي لطلبة العلم أن يربوا العوام على هذا، لأن العوام هوام كما يقول المثل السائر، لكن حينما يقودهم أهل العلم ويبين لهم، لأن العامي إذا جاء لبلد غير بلده وسمع ما لم يألفه في بلده يكون عنده نوع من الانقباض، وعنده شيء من الانقباض، وهذا لأنه نشأ على ما نشأ عليه، فينبغي لأهل العلم أن يوطنوا العامة على مثل هذا، على الخلاف، وأنه إذا سمعوا مثل هذا أنهم ينبغي أن يتلقوه بنوع من القبول، وأن الذي ليس عليه أهل بلدك هذا قال به علماء لهم باعهم في العلم وفي الاجتهاد وفي تحري السنة وتحري الحق. فينبغي لطلبة العلم أن يقودوا العامة بما يجمع الكلمة وبما يزيل ما قد يقع في الصدور نتيجة الشيء الذي لم يألفوه، لأن العوام إذا رأوا ما لم يألفوه غالبا يقع في نفوسهم ما يقع، قد يبدعون قد كذا، أو يقول هؤلاء من الفانية أو الفرقة الضالة إلى آخره، هذا كله لا ينبغي، ينبغي لأهل العلم أن ينزعوه عن صدور العامة. قال: كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كما قلنا هذا تقريبا مجموعه 35 سنة، عشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كما تعلمون كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خدمته 10 سنين، فلم يقل لي شيء فعلته لما فعلته ولا شيء لم فعله لما لم تفعله، من حسن أدبه عليه السلام، وأنه لا ينتصر لنفسه، وإنما يربي صحابته ولا سيما من حوله من أهل بيته، سواء من أهل بيته وآله أو من يخدمه ومن يلتصق به، يؤدبهم بأدب الإسلام الرفيع، حتى أنه في أحد الوقائع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا لحاجة، وأنس كان صغير قد يكون 10 سنة وتأخر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتفقده فرآه يلعب مع الأولاد، يلعب مع الأولاد، فأتاه من خلفه من لعلهم سكوا من أذنه، فلما التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد النبي إلا أن ابتسم وقال: ألم أرسلك في كذا، وأرسله بما تركه. فالمقصود أنه يعني كان رفيقا عليه الصلاة والسلام، رفيقا في من حوله وفي تعامله، فلم يعنفه وإنما أرسله وحثه مرة أخرى ليأتي بالحاجة التي أرسله من أجلها. فلم أسمع، ولهذا ينبغي حقيقة يعني أن المسلم يجتهد في أن يتأسى
بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ولا سيما مع أولاده ومع خدمه ومع يعني ما يتعامل معهم، يعني لو أنهم قصروا أو أنه فعلا لم يقضي الحاجة أو أنه تأخر أو أنه له ينبغي، لا شك طبعا لا أقول أنه لا يلام، لكن الأمر خفيفا، ومع هذا يعذر إذا كان يعني هناك ما يعذر، كما كان صغير ولعب من يلعب مع الأولاد، وهذا يشغل الطفل يعني بغض النظر عن سنه، إذا كان 10 11 13 سنة يبقى متعلق بالله واللعب مع أقرانه وأترابه ونحو ذلك، سواء كان بنين أو بنات، فينبغي مثل أن تراعى بهذه الأحوال، لأنها تربية، لأن هذا تربية، فأنت تربيه على يعني حسن الخلق، وتربيه على أن يخرج أو ينشأ إنسانا سويا غير معنف وغير، ومع هذا وهذا لا يعني أن لا يكون الإنسان حازما مع أهل بيته، لكنه يبقى مقدرا لذي السن سنه، لأنه حتى اعتقدت عائشة رضي الله عنها كان الرسول يأذن لها أن تذهب تلعب مع صحبها، لأنها تزوجها صغيرة، فكان يسمح لها أن تذهب تلعب مع البنات، ثم وتقول قدروا للبنات سنهن أو نحو ذلك، فينبغي الإنسان فعلا أن يقدر لأولاده ولمن حوله وأقاربه سنهم، إذا كان أولاد أو بنات وصبيان يلعبون مع بعض، وأنت أرسلته في حاجة أو طلبت منه مسؤولية لا مانع، لكن أيضا قدر طبيعة الصغير وحيويته ونشاطه وحرصه على يعني دخوله مع من يلعبون، هذا أمر تقتضيه الفطرة وتقتضيه المرحلة العمرية. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله لا يذكرون بسم الله، كما قلنا عبارة لا يذكرون قد تفيد أنهم لا يقولون أصلا، العبارة لا يذكرون لا تعني أنهم يقولونها سرا، فعبارة لا يذكرون احتج بها من احتج بأن قد تفيد أنه لم يعني يقولها أصلا، لكن لا، الرواية الأخرى في غير الصحيحين واضحة جدا بأن أنها الكلام أن أنس يريد الصلاة السرية. أما من حيث لعن أشرنا قليلا من حيث أن هل البسملة آية أو ست آية، هناك من يقول أنها آية في الفاتحة، معلوم أن الفاتحة سبع آيات، الفاتحة سبع آيات، فإذا عددنا البسملة آية يكون اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آية واحدة، وإذا قلنا إنها ليست آية يكون غير المغضوب عليهم آية، لكن المجمع عليه أن الفاتحة سبع آيات، الفاتحة سبع آيات، فمن قال إن البسملة آية في الفاتحة تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه آية ولا الضالين، آية واحدة، وهناك من قال إن آية في الفاتحة فقط وليست آية في بقية السور، وهناك من قال لا إن آية مستقلة، كما قلنا آية مستقلة وهي واحدة، لكنها جيء بها لبيان الفصل بين السور ما عدا التوبة كما تعلمون ليس فيها بسملة. ومن المتفق عليه في القرآن أنها ثابتة خطا، أنها ثابتة خطا في الرسم القرآني موجودة، وكذلك أيضا ثابتة تلاوة، بغض النظر أنها يعني في التلاوة موجودة في القراءات العشر، البسملة موجودة سواء في الفاتحة في ابتدائي أو ابتداء السور،
موجودة خطا في القرآن وموجودة تلاوة بقطع النظر عن مكانتها أو منزلتها عليه آية أو غير آية. فلاحظوا هي موجودة خطا في القرآن في الفاتحة وفي غيرها، كل سورة أنت حين تفتح المصحف في كل أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا تلاوة. إلا أن عند بعض القراء، عند بعضهم أظن عامر وغيره، إذا وصلت السورة بالسورة لا تأتي البسملة عند بعض القراء. مثلا قلت مثلا سورة الضحى مثلا، وأما السائل فلا تنهر، الأصل تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم يشرح لك صدرك، أو وأما السائل فلا تنهر ألم يشرح لك صدرك من غير بسملة. هذا عند بعض القراء، عند بعض القراء. المقصود أنها في القرآن مثبتة خطا وتلاوة، خطا وتلاوة. والكلام هنا فقط في قضية هل هي آية أو هل هي آية من كل سورة أو هي آية في الفاتحة، هذا هو. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله نسأل سجود السهو، هذا نقول فيه ما قال ابن عباس حينما قال له تلميذه سعيد بن جبير، كما تعلمون سعيد بن جبير قرأ تتبع القرآن كله مع ابن عباس، فلما بلغ قوله تعالى بسورة طه وفتناك فتونا قال ما هو الفتون ابن عباس؟ يسأل، قال استأنف النهار يا ابن جبير، يعني ما راح الوقت، هذا حديث فتون طويل، استأنف النهار يا ابن جبير، يعني معنا بكرة الصباح إن شاء الله نبدأ. ونغرق سجود السهو مسائله، وهو من أكثر مسائل ونق مسائل الصلاة في ونتكلم إن شاء الله في الجلسة القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.